بالشراكة مع هيئة الإمارات للهوية. بادرة شرطة دبي في المبادرة هذه للاستفادة من قواعد البيانات اللي موجودة في بطاقة الهوية، من عناوين الأشخاص، أرقام تليفوناتهم، البصمات اللي موجودة في قارة الهوية. بادرنا في هالمبادرة لتبسيط الإجراءات على المتعاملين في جميع المعاملات، خاصة طلبات بحث الحالة الجنائية. في السابق كان الشخص لازم يحضر إلى مراكز الشرطة لتقديم الطلب وأخذ بصماته. حالياً بعد المبادرة هذه الشخص ممكن يقدم الطلب على طريق الهواتف الذكية، عن طريق المواقع الشرطة بدون حضوره شخصياً، مما ساعد على تبسيط الإجراءات، تقليل الزيارة، وتوصل له الشهادة وهو في مكان عمله، في بيته، في سيارته، في عن طريق. شعارنا في شرطة دبي لكم الأمان ولكم خيار التصويت.